الصحراوية ليحضروا فاعلين نشطين، وتنكر له الإخوة والأشقاء، ولكنه إن هذا الشعب المضياف الذي يكن لكم كل التقدير والاحترام سيحمل إلى الأبد في ذاكرته الجماعية هذه المبادرة الحميدة. لقد افتقد الشعب الصحراوي لتضامن عربي حقيقي، وتنكر له الإخوة والأشقاء، ولكنه ظل وفيا لانتمائه معتزا به، منتظرا التفاتة حكيمة ووقفة إنسانية نبيلة. ولعل هذه الندوة ستكون خطوة جبارة أخرى نحو هدف قد يبدو صعيبا ولكنه ليس بمستحيل.